يعني بماء وملح ثلاث أرباع استواء بيطلع معك زباد شلها على طول. أبى أجهز تتبيلتهن كركم وفلفل أسود وبهارات وملح مع زيت وماء. عقب ما فوحتهن بصلخ الجلد وغسلهن ثاني مرة. أنزل عليهن التتبيلة. أغمسهن في البقسماط وأحطهن على جنب. أدخلهن الفريزر من ربع ساعة إلى نص ساعة لين يتسبكن. عقب ما طلعتها على طول أحر الزيت وأنزلها مباشرة في الزيت. حدود 10 سنين واخواني لهم خاطر في الطبخة. اليوم الله استغل الفرصة قلت لهم ابشروا وضبطناها وزيناها ناكلها بالعافية ما شاء الله تبارك الله بسم الله. والله يا جماعة الخير ما هو بمبالغة لكن والله الطعام انه ما عليه كلام. اسمعوا نصر استعلاناتهم بالعافية.